بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة في رحاب الدين والتاريخ الأعزاء، نبشركم بابتداء نوع جديد من الفيديوهات على القناة، كسلسلة من فيديوهات قصيرة من دقيقتين نجيب على تساؤلات تطرحها الفيديوهات الطويلة وتضفي بذات الوقت على قناتنا لمسات جميلة. فقد بدأنا معكم المشوار منذ حوالي 4 سنوات وحتى اليوم ماضون فيه بإذن الله تعالى، مستنيرين بكتاب الله وآياته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم في كتب التفسير، مستضيئين بكتب التاريخ الإسلامية الأهم لعظماء المؤرخين الموثوقين كابن كثير وابن خلدون وابن الأثير والطبري وغيرهم كثير، مستلهمين من الاكتشافات الأثرية وما أظهرته التنقيبات من آثار تتقاطع أو تؤكد أو تنفي ما ورد في كتبنا التاريخية، مستشيرين كبار مؤرخي اليوم من خلال كتب التاريخ الحديث التي كتبوها بناء على النقوش الأثرية، ليكرمنا الله تعالى بجملة من الفيديوهات التي أنزلناها بتوفيقه على القناة، مستفيضين فيها بشرح التاريخ خاصة القديمة منه لتحديد زمن الأنبياء وإسقاط قصصهم على خط التاريخ الزمني، مستبشرين بتعليقاتكم الجميلة الواعية المتفتحة حول العودة للتمسك بالحقائق والتاريخ الحقيقي للمزور أو المحرف الموجود اليوم. وقد اعتدنا معكم على وجود فيديو كل أسبوعين نأخذ فيهما وقتنا للتحضير المتقن الحصين وتنسيق الكلام الرزين لينزل الفيديو بأفضل حلة نستطيعها بتوفيق رب العالمين، ضمن سلاسل مترابطة وفق الموقع الجغرافي أو الفاصل الزمني، ووقوفا عند رغبتكم في رفع المزيد من المواضيع ووجود فيديو أسبوعيا، ولعدم اتساع الوقت للإسراع في تلك الفيديوهات الطويلة التي تقارب الربع ساعة دائما تقريبا يزيد أو ينقص، فسنبتدئ معكم سويا بإذن الله عز وجل سلسلة في دقيقتين، حيث أيضا فيديو كل أسبوعين بالتناوب مع فيديوهاتنا الاعتيادية إن شاء الله، وهكذا لا نؤثر أبدا على تسلسل المواضيع في السلسلة الأساسية مثل تاريخ الصين وروسيا وبريطانيا وتركيا وغيرها، أو حتى سلسلة تاريخ الأردن وفلسطين الآن، وإنما تبقى كما هي ونكمل بها بإذن الله فيديو كل أسبوعين بالتناوب مع سلسلة في دقيقتين، والتي سنتناول فيها إن شاء الله بعونه مواضيع متفرقة على قدر كبير من الأهمية بإذن الله، فتابعونا نتشرف بكم، وعلى بركة الله تعالى نلقاكم بأمان الله.